السفير الروسي لدى الولايات المتحدة يعود لبلاده، وعنف في شوارع ألمانيا، موعد السيطرة على كورونا في أوروبا، وحقيقة عودة رونالدو لريال مدريد، وأكبر كويكب يمر قرب الأرض. عاد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف اليوم الأحد إلى موسكو، وذلك من أجل التشاور مع سلطات بلاده في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصف بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل، حيث توعد بمحاسبة بوتين على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. استخدمت الشرطة الألمانية مدافع المياه ورذاذ الفلفل بعد أن تحول تجمع لنحو 20,000 محتج ضد العزل العام وقواعد فيروس كورونا الأخرى في البلاد في وسط ألمانيا لأعمال عنف مع رشق بعض المتظاهرين للشرطة بزجاجات المياه، حيث قالت الشرطة الألمانية أن المحتجين خالفوا التعليمات المتعلقة بضمان سلامة الناس بما في ذلك من خلال رفض استخدام كمامات والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي. توقع أوغور شاهين مؤسس شركة بايونتك الشركة المسؤولة عن لقاح فايزر سيطرة قارة أوروبا على فيروس كورونا المستجد بنهاية فصل الصيف المقبل، على الرغم من ارتفاع حدة الإصابات بالفيروس في معظم دول القارة بالوقت الحالي، مضيفا أنه من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق كبير في دول أوروبا والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف. أعرب أندريا بيرلو مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي عن سعادته بالعمل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك ردا على تصريحات زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني حول إمكانية عودة رونالدو إلى الفريق. وقال بيرلو: حتى الآن لم نفكر بالموضوع، يبقى عام على انتهاء عقد كريستيانو معنا ونحن سعداء بذلك. ينتظر سكان الأرض اليوم الأحد مرور أكبر كويكب بالقرب من الأرض في عام 2021، وهو من عائلة أبولو، دون أي خطر حول اصطدامه بالأرض. فيمر الكويكب بالقرب من كويكب الأرض في الساعة 4:02 بتوقيت غرينتش بمسافة تبعد عن الأرض 1,016,000 قدم و 1,058 كيلومتر. لمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا البوابة.نيوز.كوم أو تابعونا عبر منصتنا على السوشيال ميديا تويتر وفيسبوك وإنستغرام. شكرا لكم.